وبلعب الثلاث السلام عليكم، شخصيات مرحبا يا ولا شباب. الشرامة وعم بحكي بدوي وفات ويعني طبعا كان شيء كثير شاشة صعب والحمد لله ال جي 32 بحس بوصة. انه انا شخصيا راضي عن ادائي ودليل طبعا انه هلا مش رح الشاشة شغالة يكلمني يا عن شباب، تمام. تسريبات بدوية ثانية، فانه بحس انه نجحت فيه. برافو. فهو تشتغل لها الحمد لله تقريبا 10 دقائق، انه انا بحب، لا بس ما انه انا بنحس اي تطفى لحالها شيء اوتوماتيكيا، خاصه بالتمثيل انا بتفصل بتنقي، وبتطفى عن هذا. يعني شايفين شباب؟ طفيت. أي مرد من شغلة مثل ما انا شايفين الضوء الأحمر عم بيغمز، بترد بتشتغل. بقول لك انه انا الشاشة ال سي دي، يعني دائما من اول ما الشاشة بلشت 32 الهدف بوصة ببلش بسوريا، ال والحمد سي لله دي. قدرت بلش بالدراما السورية. بس الفكرة انه سيف انا حدا كثير اشتغلت على حالي بقصة اللهجات، يعني انا حدا بحكي لبناني وسوري ومصري وبدوي وفصحى والبدكة، فهذا عظيم. الشيء اللي خلاني قد ما في اتنوع. طيب السؤال اللي بعده، بنهاية 2000 شايفين شباب؟ ردت فصلت. على كلن بدنا نفكها ونفحصها ونشوف من شو العطل، من كارت التغذية، لا من كارت السيستم، ونرجع من كافيكم بالفيديو الثاني. اخوكم ابو منير، واهلا وسهلا بالشباب. طبعا شباب، هاي موديل الشاشة، تمام. هاي موديل الشاشة 32 ال جي، بعد 3.0 ار. هاي الموديل وهي اللوحة. هاي فكينا الغطاء، طبعا مثل ما احنا شايفين هاي كارت التغذية، تمام. هاي مكثف وهي اثنين مثل ما شايفين على الكاميرا، يعني تلفانات في اجراءات. ومثل ما شفنا بالفيديو عم بشتغل فترة وبرد بيفصل. هلا بدنا نستبدل المكثفات ونرجع من فيكم بالفيديو الثاني. اهلا وسهلا بالشباب. طبعا هي الشاشة جاهزة يا شباب، تمام. ال جي 32 والله ما بعرف شو بدي اقول لك يا زينب، كنت حابب اكون بجنبه بس لهلا ما. طبعا مثل ما شفنا كانوا هالمكثفات منفخين، ما تركته الا لصالح. طبعا في مكثفات انا شكيت فيها شك، هلا في منها ما فيها شيء، في منها اول درس لإله. مثل ما انا شايفين هذا فيجر، تمام اصدقائي. انا ما عم بحب اتصل، هذا الهون كمان فيجر، واضحه الكاميرا. طبعا هاي محلاتهم هون. تسلمي لي يا زينب. على خرج كرت الانفلتر. يلا باي حبيبي. بيجي على خرج كابل الانفلتر، تمام اصدقائي. فتم استبدالهم ورجعت الشاشه 100%. هاي مكثف 2 3، تمام. فتم استبدالهم، هاد كمان جديد ركبته. انا شفت لك هدول 2 كمان 3 جداد. كل حبه. هدول ما هن نفخات بس افضل مشان الشاشه ما ترجع بعد فتره، لانه مبين عليهم راح يتلفوا يعني شوي شوي. الحجر كمان مادة صلبة عنيدة. واهلا وسهلا بالشباب. طبعا الشاشة ال جي قدر بزيادة ممكن تكسر، كانت عم تشتغل بفصل مثل ما عم اشرح بالفيديو. ايه، وتم الاصلاح. واخوكم ابو منير، واهلا وسهلا بالشباب. 32 تمام شباب، حاطين على التجريب وما فصلت واموره تمام تمام. طبعا تم استبدال المكثفات، هدول المكثفات لهوني 3 × 3 × 1 يعني 7، تمام شباب. هي جاهزة وعم نتفرج على المسلسل. طبعا كانت عم تفصل وبترجع بتوصل، بتفصل وترجع بتوصل، يعني بتطفى نرجع من شغلة بتشتغل 2 3 وبترجع بتفصل. اخوكم ابو منير، واهلا وسهلا بالشباب.